طلبة وطالبات تانية ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد زينهم، نكمل الدرس الأولاني أو الوحدة الأولى الدرس الأول، وتعالوا نكمل مع بعضينا الحياة الدينية. هل العرب زمان كانوا على دين واحد؟ لا، عشان لما يجيلي صح وغلط. كان العرب قبل الإسلام على عبادة واحدة؟ لا، كان عندهم عبادات سماوية وعبادات وضعية، يعني الإنسان هو اللي وضعها. بص معايا في الجدول ده، تلاقي عبادات سماوية زي الحنيفية، دين سيدنا إبراهيم اللي ظهر في مكة، وكان سيدنا إبراهيم بيطلب من البشر أن يوحدوا بالله لا شريك له. اليهودية ديانة سيدنا موسى عليه السلام، ودي انتشرت في أماكن قليلة، ما كانش فيه يهود كتير أيام شبه الجزيرة العربية، كانت موجودة في منطقتين ثلاثة، خيبر، يثرب، حمير. طب النصرانية هقول لك اللي هي حاليا مسيحيه، ودي ديانه المسيح سيدنا عيسى عليه السلام، وانتشرت في الغساسنه في الشام والحيره في العراق وجزء صغير من اليمن. دي العبادات السماويه اللي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى. اما الثلاث عبادات الوضعيه اللي الانسان وضعهم او الفهم، هي الوثنيه، هي عباده الاصنام والاوثان. اديك معلومه، ركز معايا، ايه الفرق بين الاصنام والاوثان؟ بقالكم 30,000 سنه بتسمعوا اللفظين، لازم تعرف الفرق بين الصنم والوثن. الصنم حجر، الوثن خشب. الصنم شكل انسان، الوثن على شكل حيوان او طير. عرفتوا الفرق؟ طول النهار تسمعوا نعبد الاوثان والاصنام، لا، لازم تفهم الفرق بين ده وبين ده. زمان كان في اصنام مشهور، اللاتي والعزة، كانوا زمان حتى الكفار بيحلفوا بيهم، واللاتي والعزة يعني والله العظيم بتاعتنا دلوقتي. طيب مناه كانوا بيقدموا لها قرابين. الصابئة، الناس اللي بتعبد النجوم والكواكب اسمهم صابئة، موجودة في الرئة وحران. طب المجوسية بيعبدوا النار، وزمان كان ليها الهين، واحد للخير واحد للشر، وانتشرت في فارس. طيب تعالى ننزل الحاله الاقتصاديه، الرعي الحرفه الاساسيه، عشان طبعا كل زمان عايشين في صحراء ويهتموا بتربيه الماعز والابل. طب الزراعه، هي انتشرت بس في شمال شبه الجزيره العربيه في الشام واليمن، بس في الجنوب، يعني الزراعه كانت موجوده في الشمال وكانت موجوده في الجنوب بس، الزراعه والمناطق اللي فيها ابار وعيون، يعني ميه خصبه. وكانوا بيزرعوا ايه بقى؟ نخيل اللي هو النخل بتاع البلح، والخضار، خضروات. طيب الصناعة محدودة، عشان ما عندهمش موارد أولية، يعني ما عندهمش مواد خام، ما عندهمش خشب حديد، ما عندهمش فوسفات، ما عندهمش الحاجات الأساسية بتاعتنا اللي بنستخدمها دلوقتي. بس كانوا بيصنعوا سيوف، رماح، فخار، لؤلؤ، بيصطادوهم البحر من الخليج العربي، أدوات الزينة، خاتم، إسويرة، حلق. طيب التجارة، طبعا عندهم طرق ممهدة، وعندهم أماكن الكواكب عارفينها، موقع شبه الجزيرة العربية المتوسط، اليمن أسطولها كويس، مكة كانت عظيمة جدا في التجارة لأنها بتقع بين الشام واليمن وبتنظم رحلتي الشتاء والصيف. الخمس عوامل دول أو الأربع عوامل اللي قلتهم دول من أهم العوامل اللي خلت التجارة تبقى 10 على 10 أيام قبل الإسلام. طبعا حتى مكة. طب بص السؤال رقم 5، زمان كانوا بيستخدموا العملة، كان زمان في فلوس، بس كانت إيه؟ دينار من الذهب، والدرهم من الفضة. طب اللي معوش فلوس كان بيستخدم المقايضة، اديني خوخ اديك كمتر. فهمتوا؟ طيب الحياة العلمية والفكرية، الأدب، كان عندهم شعراء عظام زي النبيغة الزبياني، وكان زمان الأدب بينافسوه والشعر في الأسواق. تلاقي واحد واقف في السوق كده بيقول شعر. طبعا لو انت دلوقتي نزلت السوق وانت بتشتري طماطم ولا بتشتري كوسه ولا خيار، ولقيت واحد واقف في السوق بيقول شعر، هتضحك. لكن زمان ما كانتش الناس بتضحك، كان الناس بيشتروا الشعر ده، واحد يقول شعر يشتروه، يعجبوا بيه. كان الشعر ليه قيمته، وكان ليه يعني رونق خاص عند العرب، واشهر الشعراء زمان النابغه الذبياني. طيب العلوم، ازدهر عندهم علوم وخدوها من الفرس والروم، زي الطب، عرفوا زمان يعالجوا الامراض بالاعشاب، ما كانش فيه دواء زمان، كله شويه اعشاب. اشهر اطباء العرب الحارث ابن كلده، اشهر طبيب ايام العرب
الحارث ابن كلدة وسموه طبيب العرب. طب الفلك عرفوا مواقع نجوم الكواكب. ياه الناس دي كانت شاطره كده. طبعا ده يا جماعه ده عرفوا اوقات هبوب الرياح ونزول المطر، كانوا بيسموه علم الانواء اللي هو الوقت النشره الجويه. ايه العرب قبل الاسلام كل ده عندهم؟ طبعا ونبغوا في الهندسه، بنوا السدود والجبال شقوها، كانوا بيمشوا فيها بيعملوا فيه طرق جوه الجبال وربطوا المدن، يعني عملوا مدن وعملوا شوارع. طب الفنون والعماره كمان تقدموا فيها. اوه النحت، عملوا مدينة الحجر بالأنباط، وكانوا بيبحتوا البيوت، بينحتوا البيوت جوه الجبال. طب خدي بقى القلاع والحصون، أشهر قلاع زمان قلعة القسطل في الغساسنة. طب معابد، عندهم معابد الشمس في اليمن. طب الأديرة، دير هند بنت النعمان بن المنذر. طب والكنايس، كنيسة الرصافة في الغساسنة. إيه ده عندهم معابد وأديرة وكنائس؟ طبعا. طب القصور، كان بيبنوا قصور زي قصر غمدان بصنعاء وقصر الخوارنق بالحيرة والمشتى في الغساسنة. كل دي قصور للعرب قبل الإسلام طبعا. طب حياتهم الاجتماعية، طيب تعال نبص مع بعضينا بقى كده الحياة الاجتماعية، هتلاقي قدامك اهو طبقات المجتمع، طبقة عليا ووسطى ودنيا. العليا طبعا الأغنياء والأحرار أصحاب الأراضي، الناس اللي معاها فلوس. طب والطبقة الوسطى، صغار الملاك الأراضي الزراعية وأصحاب الحرف الصناعية الغلابة. طبقة الوسطى. طب والطبقة الدنيا، الفقراء العبيد الموالي. يعني إيه موالي؟ أي حد عربي جه قعد مع العرب وأسلم، يعني أي حد غير عربي جه قعد مع العرب. طيب تعال نشوف عادات وتقاليد العرب قبل الإسلام، وأتمنى كلكم تسمعوها مني كويس أوي. زمان العرب كان عندهم عادات كويسه وعادات وحشه. ايه العادات الكويسه الايجابيه؟ كرم، لما تخش بيته يعني ممكن يموتك ويضربك بالسيف لو ما اكلتش وشربت. الوفاء بالعهد، لو قال كلمه ينفذها. الشجاعه، كانش جبان. العفو، حريه، رفض الذل، ما كانوش يحبوا الذل زمان. زي ما عندهم عادات ايجابيه كان عندهم عادات مش كويسه سلبيه، زي شرب الخمرة، لعب الميسر، كانوا بيلعبوا قمار ويشربوا خمرة، كانوا بيقيدوا البنات، بيقتلوا البنات أحياء، بيعتقدوا بالسحر والتنجيم، كان بيغيروا على القوافل، قافلة معدية يخشوا يهجموا عليها ويطلع يا ابن فلوسك، زي اللي بيحصل للسطو المسلح اليومين دول. الأخذ بالطق بالثار، يعني الأخذ بالطار اللي انتوا بيسموه الأخذ بالثار، لو واحد موت له تبقى مصيبة، لازم نموت واحد في العيلة اللي قدامه، أو القبيلة دي موتت واحد إحنا نموت واحد من القبيلة اللي عندهم. طيب آخر فقرة في الوحدة الأولى أو الدرس الأول في الوحدة الأولى، دور المرأة. المرأة كانت وما زالت وستظل من وجهة نظرنا هي كل المجتمع. الست هي كل شيء من أيام عصور الفراعنة، إسلام ما بعد الإسلام حتى الآن ليها دورها العظيم. هي أم، بجانب هي أم زي ما أنت شايف قدامك، هي برضو بتغزل الصوف والغنم والأوبار. الست بتعمل إيه تاني؟ بتخش تشترك في المعارك. أي حد مصاب على طول تسقي المحاربين، محارب عطشان تسقيه، تدق الطبول. زمان كانوا بيدقوا الطبول ليه؟ عشان يحمسوا المقاتلين، يجيبوا الطبلة ويفضلوا يضربوا عشان يحمسوا المقاتلين. الست كانت بتجيب الطبلة وتقعد جراح، لو واحد عيان ولا واحد اصيب في المعركة هي اللي تداويه. بعض النساء عندنا ليهم شهرة عظيمة، ولازم اذكر ثلاثة منهم، يعني من الناس اللي انا بحترمها وبحترم تاريخها كست في التاريخ، الملكة بلقيس ملكة سبأ، وعلى فكرة اتذكرت في سورة النملة عندك في القرآن مع النبي سليمان ابن داود، سيدنا سليمان عليه السلام. هي قصتها جميلة قوي، قصتها هي والهدهد. الملكة زينوبيا مملكة تضمر، الست العظيمة دي اللي كانت بالقوة والجبروت. والعظيمة الكبيرة السيدة الخديجة زوجة النبي رضي الله عنها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد
اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس الاول كاملا، اتمنى تكونوا استفدتوا. قدامكم رقم الواتساب، اي حاجه محتاجينها انا تحت امركم. بالتوفيق، وان شاء الله باذن الله تفضلوا دايما متفوقين لغايه ما تخشوا ثالثه وتجيبوا احسن مجموعه. كان معاكم مستر احمد زينهم، اشوفكم والدرس الثاني ظهور الاسلام. السلام عليكم.